غواصة نووية أمريكية لحاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط، وماذا يعني أيضا اعتراف أمريكا بموقع تواجد هذه الغواصة والذي قيل عنه بأنه نادرا ما يحدث؟ وأولا منذ بداية المعركة وبداية الحرب على غزة هنالك السيناريو المتوقع هو السيناريو الأسوأ، وهو دخول أطراف إقليمية دولية في الحرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل روسيا والصين. هذا الأمر إن كان يقلق الولايات المتحدة الأمريكية قلق بالغ، لأن إسرائيل لا يمكن لها المواجهة العسكرية على عدة اتجاهات أو في اتجاهات عديدة. دائما التكتيك العسكري الإسرائيلي بيستهدف عدو واحد لا يستطيع أن يقاتل على أكثر من جهة، فكان إرسال حاملة الطائرات ويصحبها العديد من التهديدات الأساسية من الولايات المتحدة الأمريكية للدول الحليفة لمنظمة حماس أو الدول التي لها مصالح في المنطقة كروسيا والصين. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان صريح أن في حالة دخول الدول أعداء إسرائيل في المعركة فإنها ستتدخل في المعركة، وهو ما يفسر لنا إرسال حاملات الطائرات جيرارد فورد مثل ما شاهدنا. الآن بانضمام الغواصة النووية هو توسع من فكرة الردع لأي قوة قد تستطيع أن تدخل المعركة لضبط الاتزان العسكري أو ضبط التوازن العسكري إذا لا قدر الله أقيمت حرب عالمية شاملة، باعتبار أن منطقة غزة أو الصراع في غزة سيتحول من ضمن السيناريوهات إلى حرب بالوكالة كالذي يحدث في أوكرانيا وروسيا، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال هذه الغواصة النووية والإعلان عن تواجدها بالتحديد حتى تكون رسائل ردع ضمنية لكل من يحاول أو يفكر الهجوم أو دخول الحرب في وقت لاحق، أو معنى صح تحذير شديد اللهجة لكل من سوريا متمثلة في الجيش السوري أو في لبنان متمثلة في حزب الله اللبناني، لا سيما بعد حديث حسن نصر الله عن إمكانية الدخول في معارك أو توسيع دائرة المعارك في جنوب لبنان مع الجيش الإسرائيلي، أو معنى صح وضع القوات الإسرائيلية في وضع لا تحسد عليه بفتح جبهات عديدة. فأعتقد وأمر شارح نفسه وجود هذه الغواصة النووية ما هو إلا إعلان كردع نووي عما إذا كان هنالك من يفكر في دخول هذه الحرب وتحويلها إلى حرب دولية إقليمية.